وحول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية. سيادة اللواء، بعد تحية، أولا ما الذي تسعى إليه قطر من تنظيم هكذا لقاء، وما الذي تسعى إليه داخل السودان في هذه المرحلة؟ مساء الخير لسيادتك والسادة المتابعين الكرام في العالم العربي. وبقدر أقول أنه منذ طرد قطر من التحالف العربي لتحرير اليمن نتيجة الخيانات المتكررة اللي قاموا بها للقوات العربية، سواء السعودية أو اليمنية أو السودانية، كل القوات العربية كانت موجودة، ودأب الحكم القطري إلى محاولة دفع السودان لسحب مشاركته في القوى العربية باليمن. في جانب آخر بقى، نظرا لمحدودية قدرات وزير الخارجية القطري، وده اللي أنا قلته أكدته قبل كده لأن أنا عارفه لما كان طفل شاب يعني، نظرا لمحدودية قدرات وزير الخارجية القطري وما يعانيه من اضطرابات نفسية وسلوكية، فقد انطلق من الدوحة حاملا أحلامه الساذجة التي تعبر عن أفكار مراهق يحمل دفتر شيكات يتصور أنه بإمكانه شراء كل الناس، وهو جاهل بطبيعة الرجال المحترمين ومتناسيا الاستقبال البارد الذي قوبل به الرئيس السوداني السابق ورفض أميره تميم الاستجابة لمساندة الأزمة الاقتصادية الطارئة في السودان، ثم مغادرة الرئيس السوداني للدوحة دون الإجراءات البروتوكولية اللائقة برئيس جمهورية السودان، متناسين أنهم إمارة يحتلها 4 قوى عالمية وإقليمية، أمريكا وتركيا وإسرائيل وإيران، ليقدموا للعالم نموذجا جديدا للخضوع السياسي ل4 قوى تدير الإمارة وتوجه سلوكياتها المتخبطة، والتي ظنوا أن المال يمكنه أن يحقق لهم حجما في الدنيا أكثر من الحقيقة الطافحة بالخزي والغباء. وأؤكد أن ما حدث اليوم في مطار الخرطوم سيبقى درسا موجعا لمنظومة الخيانة في الدوحة، وهو يمثل عنصر إفاقة عنيف قد يدفع أمير الإرهاب إلى أن يفيق من سذاجته التي جعلت منه ألعوبة تستخدم ضد العرب والمسلمين خاصة، وهو يتابع ضياع أحلامه في شمال أفريقيا على يد الشعب الليبي العظيم وغرق صديقه سلطان الدولة العثمانية الوهمية والكامنة في بطون إخوان الإرهاب. أشكرك شكرا جزيلا سعادة اللواء محمود منصور، الخبير العسكري ومؤسس المخابرات القطرية، على كل هذه التوضيحات.